السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا في احسن الظروف وتكونوا في كامل الصحه والعافيه ان شاء الله. مرحبا بكم، مرحبا بزوار جداد، مرحبا بالناس اللي ديجا عندي في القناه، راهوكم عائلتي. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، على الاشتراك وعلى اللايكات وعلى الكومونتيرات اللي زوينه كتحفزني. شكرا لكم بزاف. اليوم ان شاء الله في هاد لا فيديو جديده غادي نبارطاجي معكم واحد الكيك ديال المول العجيب اللي كيجي بالكريمه ديال البرتقال والفواكه. كتختاروا الفواكه اللي بغيتوا. انا شخصيا كتحمقني ووليداتي ايضا، وكتجي منعشه في فصل الصيف، وكنتمنى حتى نتوما تعجبكم وتجربوها في البيوت ديالكم. بصراحه تستحق التجربه، والشكل ديالها تيجي راقي. فشاهدوا لا فيديو حتى النهايه، كنتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير ديال هذا الكيك راه ساهلين. كنحتاجوا 4 ديال البيضات يكونوا كبار، الا ما كانوش نديروا 5 صغار. عندنا كاس ديال السكر سنيده ديال العنبه، كاس ديال زيت المائده حتى هو ديال العنبه، عندي كيس ديال الفلون ديال البنان، انا ما متوجدش عندي، درت غير ديال الفاني، من الافضل ديال البنان. عندنا حك ديال الياغورت الطبيعي، قرصه ديال الملح، جوج خمارات من فئه 8 غرام، والدقيق اللي غادي نعبروه بالحك ديال الياغورت ملي غادي نخويوه كنعبروا ثلاثة ديال الغريفات. وعندنا اللوز إيفيلي اللي غادي نديروه من بعد، غتشوفوا فين غادي نديروه حتى لاخر لحظة. بالنسبة للدقيق كندير نغربلو ثلاثة وكنضيفو شوية بشوية حتى كنحصلو على النتيجة، يعني نقدرو نديروهم بثلاثة أولا غير جوج ونص على حسب النوعية ديال الدقيق. بالنسبة للمرحلة الأولى غادي نهرسو البيض ديالنا، غادي نديرو كلشي في الخلاط، الزيت، سكر سنيدة، الفلون ديال البنان، كيف ما قلت لكم قبصة الملح، الحك ديال الياغورت الطبيعي، غنخلطوهم كلهم في الخلاط مزيان. انا كنأكد عليها نخلطوهم مزيان، ونخليو الخمارات والدقيق حتى لاخر مرحله ملي غنخلطوهم مزيان، غادي نرجعوا لكم باش نكملوا المراحل ديالنا. من بعد ما خلطنا مزيان في الخلاط الكهربائي المكونات كامله، كيبقى لينا غير الدقيق والخمارات. بالنسبه للدقيق كيف ما قلت لكم ثلاثه ديال الحك ديال الياغورت الطبيعي اللي كنا درنا، عبرنا ثلاثه اللي غربلناهم مزيان تفاديا يكونوا دوك الحبيبات. من الافضل ان اي حاجه كنستخدموا فيها الدقيق اولا الدقيق بصفه عامه خصو تغربل، والخمارات حتى هما. المهم هنا عندنا كنضيفوا شويه بشويه، ديروا غير جوج ديال الحك ونص، وداك النص كيبقى حتى لاخر لحظه الا ما تشربت لكم. شاتوما تشوفوا معنا الكثافه ديال الكيك. بالنسبه للخمارات حتى هما كنغربلوهم، ضروري تغربلو حتى هما. عندنا جوج صاشيات من فئه 8 غرام، هانتوما شوفوا فيها الحبيبات. بالنسبه للمقادير في الدقيق راه ما غاديش تفوتوا ثلاثه ديال الحكاك ديال الياغورت، ما غاديش تفوتوهم، يا جوج ونص يا ثلاثه، يعني المقادير يعني مضبوطه مزيان، جوج ونص حتى لثلاثه ديال الحك ديال الياغورت. يعني تبقى داكشي على حسب النوعيه ديال الدقيق. المهم تنخلطوا مزيان، نباقه خفيفه عندنا العجينه، يعني غادي نضيفوا هذاك النص ديال الحك اللي بقى، يعني داكشي اللي بقى كله ديال الدقيق غادي نضيفوه باش نتفاداو انه يكون الدقيق مزيان وتشرب لنا وتجينا ثقيله بزاف، فكنضيفوا غير شويه بشويه. بالنسبه للكثافه ديال الكيك ديالنا كتجي على هذا الشكل، هذا كيف ما كتشوفوا هذه هي الكثافه. المول ديالنا راح ندهنه بالزبده ورشينا عليه الدقيق. وبالنسبه للوز ايفيلي هنا كنفرشوه في المول كيف ما كتشوفوا معايا، ما كنحمروه ما حتى شي حاجه، كنفرشوه للتزيين وصافي، كيجي مزبين في المنظر وكيتقرمش ملي كيطيب في الفران ملي كطبنا الكيك. صافي من بعد ما فرشنا داك اللوز كنضيفوا العجين ديال الكيك ديالنا في المول العجيب. الفران رحنا ديجا سخناه مزيان وغادي ندخلوه على الطيب. عندنا فران غير ديال الغاز، يعني سخناه مزيان وغادي نقصوا البوطه ملي غادي ندخلوها باش طيب. صافي كنقادوها مزيان كيف ما كنعرفوا المول العجيب تيكونوا فيه دوك الفجوات، فمزيان نقادوها هكا ونضربوها مع سطح العمل باش يتنزل الكيك مزيان في دوك الفجوات. صافي غادي ندخلوها طيب وغندوزو باش نصايبو الكريمه اللي غنزينو بها.
بالنسبه للكريمه غنحتاجو نصف لتر ديال عصير البرتقال الطبيعي، جوج معالق كبار ديال كريم باتيسيير، جوج معالق كبار ديال سكر سنيده. بالنسبه للسكر سنيده تيبقى حسب الحموضه ديال العصير ديالكم، حنا عندنا العصير حلو، انا درت غير جوج معالق. عندي هنايا الفواكه اللي متواجده عندكم، ماشي ضروري انكم تقيدوا بنفس النوع اللي عندي الفواكه، وعندنا الناباج اللي كندهنوا به الفواكه في اخر مرحله. بالنسبه للفواكه غنخليهم حتى نقطعوهم على جنب. غنوجدوا الكريمه معكم، كما كتشوفوا غادي نوضع نصف لتر ديال عصير البرتقال، كما قلت لكم راه حلو، وانتم كتضيفوا السكر على حسب الحموضه ديال العصير ديالكم. عندنا جوج معالق كبار ديال كريم باتيسيير، وهنا جوج معالق ديال سكر سنيده، جوج معالق كبار، تقدروا تضيفوا حتى لثلاثة حتى لربعة كما قلت لكم على حسب الحموضه ديال العصير ديالكم. غادي نديروها فوق النار، نحركو مزيان باش حتى تحيدوا بعدا دوك الحبيبات ديال كريم باتيسيير، وغنضيفوها على النار، على النار تكون مهيله ومع التحريك حتى كتعقد لنا. كنوضع الكريمه ديالي فوق النار اللي كتكون مهيله ومع التحريك حتى كنحصل على هذا القوام هذا. نسيت ما قلت لكمش واحد الاضافه، هي معلقه ديال الزبده، حتى كنقربوا نطفيو عليها كنديروا معلقه ديال الزبده باش ما كتكونش لنا ديك القشره في سطح ديال الكريمه. الكيك ديالي راني جبتها من الفران، يعني تبرد واحد شويه، وغادي نفرغ عليها الكريمه كيف ما كتشوفوا. الكريمه اللي كتكون سخونه ما نخليوهاش تبرد باش ما تعقدش، وملي غادي نفرغ عليها الكريمه نحاول نعمر دوك الفجوات اللي عندي ديال المول العجيب، وغندخلها للثلاجه باش تبرد. بالنسبه للفواكه راني قطعتهم على شكل دائري، تقطعهم بالشكل اللي بغيتو، ما غاديش نديروهم على الكريمه سخونه باش ما يدبلوش، ما غنزينوها حتى غنخرجوها من الثلاجه. بالنسبه للكيك من الافضل انكم تسقيوها يا اما بكاس ديال الدجاج تخرجوها سخونه وتسقيوها بكاس ديال عصير البرتقال يكون بارد، اولا كتصايبوا السقوه كيف العاده كيف ما كنسقيو الكيكات العاديين. نزينها ونرجع لكم. من بعد ما بردات الكيك خرجتها من الثلاجه، زينتها بالفواكه كما كتشوفوا، كندهنها بالفواكه كندهنها بالناباج، هكا كتحافظ لنا على اللون ديالها ما كتاكسدش، وفي نفس الوقت كيعطيها واحد اللمعان زوين وكتبقى مده اطول يعني بهذا الشكل هذا. صراحه هذا الكيك كيجي زوين بالنسبه للحفلات، بالنسبه هكا في الصيف مع العصائر تجي منعشه. و يعني لقيت عندي بقى عندي صوره ديال، يعني سمحوا لي الا ما لقيتهاش، لقيت نفس الكيك ديال المول العجيب بالكريمه ديال الشوكولاط، حتى هي غنخليها لكم هنا الا كانت باقا عندي، كنتمنى تكون باقا ونخليها لكم هنايا. يعني كيجي الشكل ديالها حتى هو رائع، وصراحه كتجي زوينه بزاف. كنتمنى تعجبكم، ولا فيديو ديال اليوم تكونوا استفدتوا منه، ما تنساوش تخليوا لي لايك ديالكم وتشجعوني اكثر. شكرا لكم بزاف على المشاهده، ونقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوه، ونخليكم مع الصور. دمتم في رعاية الله.